الذي سبق تأسيسه تأسيس الدولة إلى جانب جيوش العالم الحر، واستحقت ليبيا بعد هزيمة النازية والفاشية استقلالها الكامل الذي ولد من رحم الكفاح الوطني واتفاق دولي وإقليمي مهد الطريق أمام الآباء المؤسسين لبناء الدولة ولم شتات الوطن وإطلاق مسيرة التنمية والرفاه التي خلقت من ليبيا في زمن قياسي مثالاً تنموياً يحتذى به. أيها السيدات والسادة، إن موقفاً دولياً مشابهاً لذلك الموقف اتجاه ليبيا ما زال اليوم بعيداً عن أفق الواقع، فالمصالح الفردية للدول المنخرطة في الشأن الليبي وحروب الوكالة وتضارب الرؤى حول الحل في ليبيا لم تمنح الفرصة للخيار الوطني أن يتشكل، ولا زال التدخل الدولي السلبي يرسم مسارات من الحلول المتناقضة تدفع بالبلاد إلى أتون المواجهات المسلحة لا تستثني الأبرياء وتقود إلى مواقف سياسية متصلبة لا تقبل المقاربات الوسطية لجسر الهوة والشراكة في الوطن. السيدات والسادة، إن المجلس الرئاسي الليبي لازال ملتزماً بدوره الذي رسمه له الاتفاق السياسي الليبي باعتباره السلطة السياسية العليا في البلاد، يمثل وحدتها محلياً ودولياً ويضطلع بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي، بالإضافة إلى مهمته السامية في قيادة جهود المصالحة الوطنية الشاملة تمهيداً إلى الانتقال السلمي والديمقراطي للسلطة عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة. وأنتهز الفرصة هنا لأشكر الاتحاد الأفريقي على تعاونه معنا من أجل إطلاق مشروع المصالحة الوطنية الذي يمثل الأساس الأهم لدعم كافة المسارات للوصول إلى الاستقرار والسلام المنشود. إن هذه المسؤوليات تحتم علينا أن نعمل في مسار وطني متوازن وغير منحاز، وعلى الرغم عن محاولات بعض الأطراف السياسية جرنا إلى دائرة الصراع السياسي الذي نعمل بكل جد وحزم على أن نجد له الحلول لا أن ننخرط فيه. في هذا الصدد، فإن المجلس الرئاسي تابع بحرص شديد جولات الحوار بين مجلسي النواب والأعلى للدولة التي لم تفضي بعد إلى أي اتفاق حول قاعدة دستورية لازمة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. ولا زال المجلس الرئاسي يؤكد إن هذه الحوارات لا ينبغي أن تستمر من دون أن يكون هناك حدود زمنية، وإنه على استعداد للتدخل من أجل الخروج بالعملية السياسية من طريقها المسدود متى ما استلزم الأمر ذلك. أما على الصعيد الاقتصادي، فإن المجلس الرئاسي الليبي يدعم كل الجهود التي أفضت إلى استئناف إنتاج النفط والغاز من كافة مناطق ليبيا لما في ذلك من مصلحة وطنية واستقرار للأسواق الدولية التي تشهد ضغوطاً كبيرة على الاقتصادات المستهلكة للطاقة، غير إنه ومن منطلق دوره الوطني المتوازن يحرص المجلس الرئاسي الليبي على إدارة شفافة وعادلة لعوائد النفط ثروة كل الليبيين بشكل يحيد المال العام عن الصراع السياسي ويضمن توظيفه لمصلحة جميع الليبيين في مختلف مناطق البلاد دون تمييز سياسي أو جغرافي، الأمر الذي في حال إنجازه قد يخفف من حدة الصراع الدائر على السلطة التنفيذية ويوفر بيئة أكثر استقراراً وملائمة للتحول الديمقراطي المنشود. السيد الرئيس، السادة الحضور،
تنظر بلادي بإيجابية إلى الدور الذي تقوم به الأمم المتحدة في ليبيا، على الرغم مما شابه من تباطؤ في الآونة الأخيرة. وفي هذا الصدد نتطلع إلى دور فاعل للأمم المتحدة من خلال القيادة الجديدة لبعثتها، ونحثها على مباشرة العمل الجاد لدعم الحلول الوطنية الجامعة لما تمر به البلاد من انسداد سياسي فتح الطريق أمام المغامرات والمبادرات الفردية، ويكاد أن يحصف بكل الإنجازات السياسية التي تحققت من خلال الحوار الليبي الذي رعته منظمة الأمم المتحدة في ليبيا. وأدعو كذلك إلى إعادة الزخم إلى المسار الاقتصادي، أحد المسارات الثلاثة لمؤتمر برلين الذي أهملت مخرجاته فيما يتعلق بالشفافية والعدالة في إدارة الموارد النفطية وضبط الإنفاق العام وتوجيهه لمستحقيه والحد من سطوة الفساد. السيدات والسادة، يقف العالم اليوم على أحتاب وضع دولي يعيد إلى الأذهان مأساة البشرية في مطلع القرن العشرين، بعد أن اعتقد الجميع بأن أخطاء الماضي لن تتكرر، وقد حان الوقت لأن ينطلق وأن ينطق الضمير الإنساني بكلمة السلام، ويقف العالم بأسره إلى جانب المبادئ الدولية التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة لاحترام مبدأ سيادة الدول وحل النزاعات بالطرق السلمية واحترام الجوار وعدم زعزعة أمن الشعوب، كما أدعو إلى احترام حق الشعوب في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بحسب المعايير والإجراءات التي تقرها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، باعتبار أن بلادي على خط المواجهة الأول. أدعو بأعلى صوت إلى إعادة اللحمة الدولية لمكافحة الإرهاب الذي لا يزال تهديداً قائماً لكل دول العالم، لا يستثني عرقاً أو ديانة أو حضارة، وتلتزم بلادي بكامل واجباتها ضمن المجهود الدولي لتجفيف منابعه ووقف تمدده. كما أؤكد من على هذا المنبر التزام بلادي الدائم بدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته ووقف الاستيطان والاحتداء والاحترام القرارات الدولية بالخصوص. السيد الرئيس، السيدات والسادة، إن الشعب الليبي إذ يقف دقائق صمت في يوم الشهيد ذكرى استشهاد عمر المختار بطل المقاومة ضد المستعمر الذي تعاودنا ذكراه في هذا الشهر، فإنه يستلهم من كفاح أجداده الصبر والإصرار على حقوقه، ومن حكمة آبائه المؤسسين التسامح لبناء الوطن. وسوف تسطر ذاكرته الوطنية دواوين المرحلة، تدرس منها للأجيال القادمة مواقف من ساندوه عند حاجته ومسالك من أساءوا إليه في محنته وعبثوا بأمنه ومقدراته ونسيجه الاجتماعي. وستعود ليبيا بجوارها العربي وعمقها الأفريقي وفضائها الأوروبي همزة وصل للحضارات وبوتقة اقتصادية تلتقي فيها مصالح العالم بأسره، وسيدرك الجميع عندها حجم الضرر الذي وقع ليس على مقدرات الشعب الليبي فحسب، بل على مصالح كامل جوارنا وعمقنا وفضائنا الدولي. شكراً سيد الرئيس.